وفي الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لتشجيع الانتاج المحلي والرقي به في الأسواق الخارجية، أفادت آخر أرقام الصندوق الخاص لترقية الاستثمارات للمؤسسات المصدرة خارج قطاع المحروقات، أفادت عن انخفاض الإعانات المقدمة للمصدرين. مزيدا من التفاصيل مع فوزيام سعدي. تعدد الإجراءات والقرارات الحكومية المتخذة بشأن الحد من الارتفاع المتواصل الذي تشهده فاتورة الاستيراد في الآونة الأخيرة، هدف من شأنه أن يرفع من نسبة الصادرات المحلية، لكن نقص الدعم المالي الموجه للمصدرين حال دون تطبيق ذلك. حيث أثبتت الأرقام الأخيرة للصندوق الخاص لترقية الاستثمارات للمؤسسات المصدرة خارج قطاع المحروقات أن المبلغ الإجمالي للإعانات التي منحت للمؤسسات المصدرة تراجع بأكثر من 42% سنة 2014، وأن مبلغ المساعدات والتعويضات الممنوحة من طرف الصندوق تجاوزت 527 مليون دينار جزائري. إحصائيات فسرتها جمعية المصدرين الجزائريين بما يلي. السؤال على شرقت، لأن أنا في رأيي كان واحد القرار أصدر من وزير التجارة في 2011 ولا في 2012، قالوا الشركات اللي صدروا فوق 10 ملايين تاع الدولارات هادو ما يدخلوش، يعني الصندوق ما يدعمهمش. انضم كي هذه الشركات خرجوا من الصندوق بتدعم الصندوق اوتوماتيكمون، يعني التكلفات نقصوا. الخروج من التبعية للمحروقات رهان اتخذته مختلف المؤسسات الوطنية رغم قلة نسبة الإعانات الموجهة لها والتي لم تتجاوز 270 مليون دينار جزائري بالنسبة للاستفادة الموجهة لصادرات المواد الصناعية و 0.16% لصادرات المواد الفلاحية، بينما استفاد مصدرو التمور ب 157 مليون دينار جزائري أي 30% من المبلغ الإجمالي. في ظل أزمة النفط الراهنة وحتمية الخروج من التبعية للمحروقات، يبقى تشجيع الإنتاج المحلي مجرد حل بديل، وجب دعمه بتطبيق إجراءات محفزة للمصدرين على أرض الواقع.